والآن مشاهدينا مع الأحوال الجوية. بالطبع مصطفى ميزار معه الأخبار، تفضل. من جديد شكرا لكم إيمان منصور ونهى توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في جولتنا وفي محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار رطب على باقي الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25، وفيها يكون الجو حار. في الإسكندرية 30-24 يكون أيضا الجو حار. في مطروح 29-23 مائل للحرارة. في بورسعيد 31-25 ويكون الجو حار. في الإسماعيلية 35-25 يكون الجو حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 35 درجة مئوية والصغرى 25 ويكون الجو فيها حار. في العريش 31-24 يكون أيضا الجو فيها حار. في طابة 38-26 يكون الجو حار. في شرم الشيخ 39-29 يكون حار. في الغردقة 38-28 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 41 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى والصغرى 27 وفيها يتسم الجو بشدة الحرارة. في أسوان 42-28 أيضا الجو هناك شديد الحرارة. في الوادي الجديد 41-26 شديد الحرارة. في شلاتين 40-28 أيضا شديد الحرارة. في حلايب 36-27 ويكون الجو فيها حار. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.